بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأنصاره الطيبين الطاهرين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتقبل منا رمضان صيامه وقيامه وصدقاته وصالح الأعمال فيه، وأن يثبتنا على نهج الاستقامة، وأن يعافينا من موجبات الندامة يوم القيامة، وأن يكفنا شر الأشرار. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا واشفنا وتول أمرنا وكن معنا يا رب العالمين ومع أمة الإسلام في كل مكان، إنك على ذلك قدير كريم. اللهم ارحم أباءنا وأمهاتنا كما ربونا صغارا. اللهم أعنا على تربية أبنائنا على الإسلام. اللهم اجعل بيوتنا بيوتا آمنة مطمئنة يا رب العالمين، اللهم آمين. وبعد، عودا حميدا للخلال النبوية مع صاحب الخلق العظيم نبينا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، وكنا قد تحدثنا قبل رمضان في سلسلة صاحب الخلق العظيم، وذكرنا فيه 11 درسا. اليوم إن شاء الله نتكلم على صفة جديدة من صفات حبيبنا ونبينا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم في اللقاء 12 مع أدب النبي صلى الله عليه وسلم مع الناس. من المعلوم أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم تحب الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن المحب قد يكون حبه حبا عاطفيا فقط، حب قلب، لكن المطلوب ليس حب القلب وحده، بل حب القلب والقالب، أن يحبه بقلبه وأن يقتدي بسلوكه بسلوك النبي صلى الله عليه وسلم. من علامات المحبة وتمامها هي التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ربنا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وفي الأصل أن ربنا سبحانه وتعالى أرسل نبينا صلى الله عليه وسلم حتى يكون قدوة طيبة لجميع الناس. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أي قدوة طيبة، لكن لمن؟ لمن كان يرجو الله، اللي بيرجو لقاء الله، يريد رضا الله، يريد رضوان الله، يريد أن يعفو الله عز وجل عنه فلا يكون من أهل النار ويكون من أهل الجنة. لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة، وعلامة ذلك وذكر الله كثيرا، كان لسانه وقلبه وأعضاؤه تذكر ربه دائما. وذكر الأعضاء أن نوظفها في طاعة الله، وألا نستخدمها في معصية الله، فذلك ذكر أعضائنا. كمثال العين، وظيفتها أن نبصر بها الأشياء، نسبح ربنا سبحانه وتعالى عندما نرى الشيء الجميل، يتوفر لنا السعي للمعايش في الحلال حتى ندرك الخير لأبنائنا ولأنفسنا، لكن ننهاها أن تنظر إلى الحرام. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، فهذا ذكر العين. وقس على ذلك الأذن واللسان واليد والبطن والفرج والرجل وجميع الأعضاء. وأما القلب فلا بد أن يكون عامرا بحب الله وإجلاله وتقديسه سبحانه وتعالى، وعند ذلك يلهج اللسان بذكر الله: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. بالجملة، رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم أعطى عنوانا مهما لمن أراد أن يكون صادق الإيمان، لمن أراد أن يكون كامل الإيمان. قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. أن يكون أولى أولوياتك حب الله وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم،
والحب هو الطاعة والاقتداء بالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم. نبينا صلى الله عليه وسلم أعطاه الله من الخلق العظيم، بل أعطاه حسن الأخلاق، فالذي خلقه وهو العظيم سبحانه وتعالى قال في سورة القلم واصفا أخلاق حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم قال: وإنك أي محمد صلى الله عليه وسلم لعلى خلق عظيم. فالعظيم يصف رسولنا صلى الله عليه وسلم أن خلقه عظيم. حسن الأخلاق كما تعلمون من صفات الكمال، صفات الكمال الإنساني، ولذلك كمل الله سبحانه وتعالى بها نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. يقول أنس وكان خادما للنبي 10 سنين، كان بيخدم النبي 10 سنين، بيوصف النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا. أحسن الناس على الإطلاق خلقا صلى الله عليه وسلم. هو ملازم للنبي، بيخدم النبي. انت عارف اللي شغيل معاك، الموظف اللي عندك او الخادم اللي تحت ايديك، لربما تغضب، لربما تتلفظ لفظ معين، طبيعي، طبيعة الناس هكذا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل ذلك، فأعلم الناس به من كان خادما عنده. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا صلى الله عليه وسلم. من جميل العشرة حسن المعاشرة مع النبي صلى الله عليه وسلم وحسن الخلق. بيتحرى صلى الله عليه وسلم دائما الأدب مع الناس. من المعلوم إن البر يبذل للوالدين. البر لمين؟ للوالدين، والصلة تكون للرحم، لأقاربنا يعني. وحسن العشرة يصرف للزوج وللولد، لكن الناس يسعهم التأدب معهم في القول وفي الفعل. من أعظم الأمور التي تمتلك بها قلوب الخلق هي إيه؟ الأدب. الأدب: إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم، صلى الله عليه وسلم يقول ذلك، ولكن سعوهم بإيه؟ بحسن أخلاقكم. تخيل مثلا لو واحد معاه 1,000,000 دولار وقف على باب المسجد، كل اللي داخل يديله 1,000 دولار، الناس هتحكي عنه كلام كويس جدا، ولما تخلص الفلوس بتاعته تظهر أخلاقه. كان سيء الخلق مثلا، يعني واحد سيء الخلق معاه 1,000,000 دولار يوزع على الناس، خد خد خد، بعد ما ينتهي الأمر هيعصب عليهم: مش أنا أعطيتكم؟ مش أنا عملت معاكم؟ ويكرهون. إنما ربما يكون إنسان فقير لكن بيمتلك لسانا طيبا وقلبا نقيا وحبا وعاطفة للخلائق أجمعين، يكون محبته أعظم بكثير جدا من هذا الذي أعطى الناس الإيه؟ الأموال. فالذي يسع الناس، الذي يجعل الناس يحبوك، حسن التأدب معهم في القول وفي العمل. وأهالينا زمان كانوا يقولون كده: كن محترم تحترم. انت خليك محترم الناس تحترمك، اذا احترمت نفسك الناس هتحترمك. وكان اجدادنا رحمة الله عليهم يقولوا كلام جميل جدا، يقول: الادب فضلوه عن العلم. اجدادنا كانوا يقولوا كده دايما، يعني كنت تسمع الكلمة دي في اليوم مثلا 10 مرات واحنا صغار. الادب فضلوه عن العلم. فالذي يسع الناس، الذي يحتوي قلوب الناس وعقول الناس، حسن التأدب معهم في أقوالك وفي أفعالك. المهذبون من الناس في ألفاظهم، هؤلاء الناس يحبهم. إنما الذين يكون مهذبون في ألفاظهم لكنهم يؤذون الناس بأفعالهم، مين يحبهم دول؟ مش حد يحبهم، لازم الاثنين مع بعضهم. يكون مهذب في القول وكذلك مؤدب في الإيه؟ في أفعاله. هذا محل محبة وتقدير وإكرام وتوقير من الناس، لأن الناس يحترمون من يحترمهم، طبيعي يعني، ويزدرون من يزدريهم. مش هتحترمني أنا مش هحترمك، هذا طبيعي جدا يعني.
النبي عليه الصلاة والسلام ضرب أعظم الأمثلة في الأدب وفي الاحترام مع الناس، وبيجب أن نتعلم منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء ليعلم أمته بل ويعلم الخلق أجمعين هذه الآداب العظيمة التي أدب الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم. والتأدب بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في الحقيقة عمل بسنته، عمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. القرطبي المالكي الأندلسي كان بيصف النبي عليه الصلاة والسلام يقول إيه؟ حفظه الله تعالى من صغره وهو صغير صلى الله عليه وسلم، وتولى تأديبه بنفسه. حتى أبو بكر لما سأله رضي الله تعالى عنه قال: يا رسول الله، أنا أعرف طبائع العرب، لأنه كان نسابة العرب يعني يعرف القبائل كويس جدا، وكان حاكم في الديات يعني في الدماء، كان قاضيا في الدماء أبو بكر. يقول: لقد رأيت خلقا كثيرين، لكن ما رأيت أحدا عنده أدب مثل أدبك. ما شفتش حد في الدنيا عنده أدب مثل أدبك يا رسول الله، فمن أدبك؟ قال: أدبني ربي فأحسن تأديبي صلى الله عليه وسلم. فالقرطبي يقول: حفظه الله تعالى من صغره وتولى تأديبه بنفسه ولم يكله في شيء من ذلك لغيره. يعني مفيش حد من الناس لي منا ولا فضل على مين؟ على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يزل الله تعالى يفعل به حتى كره إليه أحوال الجاهلية. أحوال الجاهلية زي إيه؟ عبادة الأصنام. وإحنا عندنا عبادات كثيرة الآن، إحنا عندنا عبادة رؤوس وعبادة دولار وعبادة نساء وعبادة شهوات، أشياء كثيرة، مش كده؟ مش النبي قال: تعس عبد الدينار وتعس عبد الدرهم وتعس عبد الخميصة البراند نيم في اللبس، وتعس عبد الخميصة، تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش، يعني إذا مرض الله لا يشفيه، ألم يقل ذلك صلى الله عليه وسلم؟ قال ذلك، لكن الله كرهه في ذلك، في كل هذه الأمور، في الأغاني والطبل والتمثيل والقصص اللي عندنا ديت والناس مولعة بها، الله كرهه في هذه الأشياء وحماه منها، حماه منها حتى هو كان صغير وسمع صوت عرس فقال لصاحبه: انظر لي الأغنام التي أرعاها حتى أذهب وأسمع يعني مع الناس. فلما وصل ضرب الله عليه النوم واستيقظ من حر الهاجرة، فحماه ربنا فلم يجري عليه شيء منها، حماه ربنا. كل ذلك لطف به وعطف من الله عليه، وجمع سبحانه وتعالى له المحاسن كلها، فكان صاحب الخلق العظيم رسولنا الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم. أدب النبي صلى الله عليه وسلم مع الناس كثيرا جدا، والسنة المشرفة حفظت آداب رسول الله مع الرجال مع النساء مع الأطفال في أي مناسبة، وهي مناسبات كثيرة ومتعددة. من أدبه صلى الله عليه وسلم في الاستئذان، في الاستئذان ما حكاه عبد الله بن بصر رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى باب قوم لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه، يعني ما يقفش أمام الباب كده في فتحته حتى لا يرى الإيه؟ لا يرى من بالداخل، لأن الحديث إنما جعل الاستئذان من أجل الإيه؟ النظر، من أجل النظر. إنما كان يقف فين صلى الله عليه وسلم؟ لكن من ركنه الأيمن أو الأيسر عشان يحفظ على الناس إيه؟ يحفظ على الناس خصوصياتهم. الأمر ده كان منتشر عندنا قبل التليفونات دي ومش عارف إيه، تتصل فيه تقول له أنا واقف قدام الباب ويفتح لك الباب الأمور دي في عصرنا الحديث، لكن قبل 2007 كانت الأمور غير ذلك، صح ولا إيه؟ قبل الثورة بتاعت الآيفون والحاجات دي والتليفونات السهلة دي، إنما كان زمان يعلمونا لا تقف من تلقاء الإيه؟ تلقاء وجهك في الباب كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وكان يقول: السلام عليكم، السلام عليكم. ما كانش عندهم هناك جرس يرنوا أو يطرق الباب، كان يقول: السلام عليكم، السلام عليكم. في واقعة سعد بن عبادة لما راح النبي صلى الله عليه وسلم وقال: السلام عليكم ورحمة الله، قال سعد: فسمعته لكنني
رددت عليه بصوت خفيض حتى لا يسمع، حتى أستزيد من دعائه، لأن السلام دعاء مش كده؟ سلام من ربنا ورحمة من ربنا وبركة من ربنا. ومين اللي بيقول كده؟ سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم. قال فأعادها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال فرددت بصوت خفيض حتى لا يسمعني. فأعادها الثالثة، قال فرددت بصوت خفيض فلم يسمعني فانصرف. فأرسلت ابني وراءه فأحضره وقلت: يا رسول الله، والله لقد سمعتك من أول مرة، لكنني أردت أن أستزيد من دعائك ومن سلامك ومن الرحمة التي ترجوها من الله لنا ومن البركات هذه. ثم قام فأكرم رسول الله صلى الله عليه وسلم. العجيب أن النبي ما زعلش، ما قالوش بقى أنا أقول لك سلام عليكم وبلغتنا طنشني ثلاث مرات، لا لا لا، وأنا النبي وأنا لا 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 أبدا أبدا، إنما فهم قصده وعامله بهذه المعاملة الطيبة صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أخرى يقول فإن أذن له وإلا انصرف، وإلا انصرف. أنت عارف القرآن يقول وإذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، هو أحسن لكم، هو أطيب لكم، أخير لكم. بربك أنت لو أنا رايح لك أو أنت جاي لي وجيت على الباب كده في معاد وقلت لي ارجع دلوقتي عشان أنا مش فاضي، أنا هعديها لك ولا أنت هتعديها لي؟ هذه مشكلة، هذه مشكلة، مشكلة كبيرة جدا. عشان أقول لك الإسلام، الإسلام محتاج إعادة بعث جديد. لما نقرأ سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو نسمعها أو نفهمها نحاول أن نطبقها كما طبقها مين؟ صاحب المقام العظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أدبه صلى الله عليه وسلم في المناجاة والمصافحة لما يكلم الناس، يقول أنس رضي الله تعالى عنه: ما رأيت رجلا التقم أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنحى رأسه حتى يكون الرجل هو الذي ينحي رأسه. يعني لو واحد جي يتكلم معاه في أذنه كده يظل معه صلى الله عليه وسلم هكذا، ما يرفع رأسه بعيدا كده أبدا، إنما يظل معه إلى أن ينتهي الرجل. وما رأيت رجلا أخذ بيده سلم عليه ومسك في إيده كده فترك النبي يده أبدا حتى يكون الرجل هو الذي يدع يده. شيء عجيب جدا. والناس لما كانت تنادي عليه، الأعراب أهل البادية عندهم شيء من الغلظة، حياة في وسط الصحراء وفي وسط الصخور وفي وسط الجبال بتعمل إيه؟ غلظة مع الناس كده. فكان لما كان يجي ينادي على النبي صلى الله عليه وسلم كان ينادي عليه باسمه، وربنا نهى الناس عن ذلك مش كده؟ لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. إذا كان ربنا اللي خلقه بيقول له يا أيها النبي يا أيها الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن الأعرابي كان يقول له يا محمد. والعجيب أنه لما كان حد يناديه هو في الخلف ما كانش ينظر له كده زي احنا ما بنعمل، لا لا لا، يقولون كان النبي صلى الله عليه وسلم يستدير جميعا، يعني لف ايه بكل جسمه وكل جمعه. حتى ان احدا من الناس دخل المسجد ونادى يا محمد، فقال له احد الصحابه اخفض صوتك، ان الله يقول لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي، اخفض صوتك. يا محمد، وينادي ما فيش يا نبي ولا يا رسول ولا اي شيء، يا محمد. كادت ان تقوم مشكله ومخاصمة بين الصحابي وبين الأعرابي، فإذا بصوت رسول الله ينبعث بنفس التون بنفس الصوت بنفس علو الصوت اللي نادى بمين الأعرابي عشان يحل المشكلة. قال لبيك يا أعرابي أنا هنا، وخرج يجر ثوبه عليه صلى الله عليه وسلم، وبيلبس الثوب اللي إيه اللي من أعلى ده حتى يقابله صلى الله عليه وسلم. هكذا كان صلى الله عليه وسلم. من أدبه عندما يجالس الناس صلى الله عليه وسلم أن يعامل كل واحد من جلسائه بحسب حاله. في ناس تقعد معاهم تنبسط كده، يحصل فيه تبسط في الحديث، تلاقي نفسك بتحكي وهو بيحكي، فكان يتبسط مع من يتبسط له. طب في ناس كده تلاقيهم يعني يقعدوا كيف حالك الحمد لله، أخبارك إيه الحمد لله، إزاي عيالك الحمد لله كله تمام الحمد لله، بس خلاص هو كده. النوعية اللي بتستحي ده كان يعمل إيه النبي معاها؟ وكان يستحي ممن يستحي منه صلى الله عليه وسلم.
شوف الفطنة والذكاء كمان والبصيرة بتاعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، بيعرف الناس، فاللي بيتبسط معاه بيتبسط معاه، واللي شايفه بيستحي خلاص يعني ما بيضغطش عليه. في حديث عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مضجعا في بيتي كاشفا عن فخذي صلى الله عليه وسلم أو ساقي، فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على تلك الحال. تلك الحال يعني ما زال إيه، فخذيه ظاهرتين صلى الله عليه وسلم، فتحدث ثم استأذن عمر فأذن له وهو كذلك على نفس الحال، فتحدث ثم استأذن عثمان فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وسوى ثيابه فدخل، اعتدل بقى في الجلسة بعد ما كان نايم على ظهره مضطجع وكان فخذيه ظاهرتين، اعتدل وأعد ثيابه صلى الله عليه وسلم وسوى الثياب فدخل فتحدث مع مين؟ مع عثمان. فلما خرج قالت عائشة وكانت تنظر رضي الله تعالى عنها: دخل أبو بكر فلم تهش له ولم تباله، يعني ما أعدتش وعدلت ثيابك زي ما عملت مع عثمان يا بنت أبي بكر رضي الله عن الجميع يعني. ثم دخل عمر فلم تهتش له ولم تباله، يعني فضلت على حالك برضو، فخذيك ظاهرتين ومضجع على ظهرك. ثم دخل عثمان فجلست وسويت ثيابك، فقال صلى الله عليه وسلم: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ في رواية أخرى قال صلى الله عليه وسلم: إن عثمان رجل حيي، وإني خشيت إن أذنت له على تلك الحال ألا يبلغ إلي في حاجته. يستحي مني لما يلاقيني كده وأنا نايم بهذا المنظر، يستحي منه ما يقدرش يتكلم. فاعتدلت في جلستي عشان أديله إيه؟ أديله فرصة يحكي ويقول ويبلغني ماذا يريد. هكذا كان صلى الله عليه وسلم. فمن الأدب أن تعرف حال جليسك، فإن كان يتبسط في الكلام فتبسط معه، وإن كان حيي فلا تثقل عليه، لا تثقل عليه. من أدبه صلى الله عليه وسلم كذلك مع الناس أنه كان يجيب دعوة الداعي، إذا دعا أحد كان يستجيب، عليكم الصلاة وعليكم الصلاة، يستجيب له. إذا أراد أحد الناس أن يدعوه إلى بيته كان يفعل صلى الله عليه وسلم، وكان الصحابة طبعا بيلتمسوا رضا النبي صلى الله عليه وسلم، يريدون أن رسول الله يذهب معهم إلى بيوتهم، هكذا كانوا يعني، وكانوا لا يتجاوزون الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو مسعود البدري رضي الله تعالى عنه يقول أن رجلا من الأنصار يقال له أبو شعيب كان له غلام لحام، جزار يعني، وفي اللغة العربية قصاب، مش كده؟ قصاب يعني اللحام. فقال له أبو شعيب: اصنع لي طعام خمسة لعلي أدعو النبي صلى الله عليه وسلم خامس خمسة، يعني اعمل طعام خمسة يكون النبي هو رقم خمسة فيهم يعني. وأبصر أبو شعيب هذا في وجه النبي صلى الله عليه وسلم الجوع فدعاه. فلما واحد من الصحابة شاف النبي صلى الله عليه وسلم ماشي مع أبو شعيب ماذا فعل؟ تبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يدعه أبو شعيب، تبعهم رجل لم يدع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا شعيب، إن هذا قد اتبعنا، أتأذن له؟ تسمح لنا نعزمه معنا؟ قال: نعم. قال: نعم، تلك سنة، سنة نبوية، وأظنها معمول بها هنا في هذه البلاد، لما تكون معزوم عند حد ومعاك واحد صاحبك بتتصل فيه تقول له أنا معايا واحد، أجيبه ولا ما أجيبهوش؟ مظبوط ولا مش مظبوط؟ هذه سنة، بس إن فعلتها على أنها سنة تجازى على ذلك. من آدبه صلى الله عليه وسلم مع صنع الطعام، لما يدخل عند أحد من الناس وعمل طعام، انت عارفين في البلاد دي خاصة ما بنكلوش طعام أهلنا يعني، ليه؟ لأن احنا في العالم كله في قارة صغيرة، مش كده؟ كل قرية هنا أو كل مدينة في أمريكا عبارة عن قارة صغيرة من كل بلاد الدنيا، مظبوط؟
من كل بلاد الدنيا يعملوا بطلك يجيبوا الاكل الافغاني والاكل الفلسطيني فلسطيني والاكل السوري والاكل المصري والاكل العراقي والاكل ها كله كله من كل مكان والجزائري والتونسي والعراقي كله كله ها. والناس تحب ايه تاكلك من ايه مما يطعمون صحيح اكل المسلمين متقارب لكن بيبقى في بعض الايه الخلافات لو انت ما حبيتش طعام معين كيف تتصرف يعني تصرف بادب النبي صلى الله عليه وسلم كان ادب صلى الله عليه وسلم مع صانع الطعام انه ان عافه ولم يعجبه لم ينتقده ما ينتقدوش ابدا ابدا الطعام في حديث ابو هريره رضي الله تعالى عنه يقول ما عاب النبي صلى الله عليه وسلم طعاما قط ان اشتهاه اكله والا تركه خلاص خلاص وموقفه مع خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه وهو من الاثرياء ربنا ذكر ابوه في سوره المدثر ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا يعني اموال ملاش حصر وبنينا شهودا الا ان الوليد كان بيرسل ابنائه الى الباديه يقعدوا لهم 5-6 سنين في حياه صعبه جدا يطلع منهم بقى ايه رجال كامثال خالد بن الوليد سيف الله المسلول رضي الله تعالى عنه فخالد لانه تربى في الباديه فكان بياكل يعني حيوان معين كده كان بياكله فجيء بذلك الحيوان يوما والنبي متزوج ميمونه خالد بن الوليد فسلخوا وشواه ووضعوا امام النبي صلى الله عليه وسلم اراد النبي ان ياكل منه فقالت خالته يا خالد يعني قل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا سيأكل فذكر له ذلك فرفع النبي يده كان مدد إيده فرفعها ولم ينتقد في روايات بتقول إنه قال إنه ليس من طعام أهلي أنا ما تعود عليه وخلاص انتهى الموضوع ولم ينتقده بربك أنت لو رحت عند حد والأكل ما عجبكش هتعمل إيه صايم يا عم انت بتوكلونا ايه وانت عارف بقى كلام الناس يعني لا ما كانوا كذلك وشوف من الادب لا تاثر منه مثال مثلا ابو ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه على سبيل المثال يعني كان له صحابي كان له تابعي من اصحابه كان بيحبه جدا وكان هذا التابعي عنده بستان في عنب فدعا يوما ابو ذر واحضر له قطفا من العنب وغسلوا ووضعوا أمامه فأكل واحدة قال كل فأكل الثانية كل أكل الثالثة في اليوم الثاني حدث مثل ما حدث في اليوم الأول في اليوم الثالث لما وضع أمامه القطف وكأن أبو ذر تردد فقال له التابعي أتريدني أن آكل معك؟ قال نعم فأخذ واحدة لما أكلها وجدها مرة لم تنضج بعد فبسقها تفه وقال لأبي ذر أكل يوم كنت تأتيني كنت تأكل من هذا العنب؟ قال نعم قال ولماذا لم تعلمني؟ قال رأيت الفرح والسرور في وجهك لأنني آكل من طعامك فكرهت أن أحزنك اتعلم من أدب النبي مش كده مش انتوا تقولوا في المثل كده حبيبك يمضغ لك الايه؟ لا العنب بقى دلوقتي مبقاش زلط بقى مش كده ولا ايه؟ حبيبك يمضغ لك الزلط وعدوك يتمنى لك الغلط والله لو عملت له ايه بيقولوا ما لقاش في الورد عيب قال له احمر الخدين المهم لازم يطلع له اي حاجه غلط فقط يعني انما اهل الخير كده اللي بيتعلموا من سنه النبي صلى الله عليه وسلم بتكون الفاظهم دائما طيبه من ادب حتى صلى الله عليه وسلم مع الاطفال انه كان لا يهدر حقهم حتى في حضرته ان تواجدوا في حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب يعني جالس مع الصحابة وكان أشياخ الصحابة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسعد بن أبي وقاص جالسين مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان أبو بكر عن يمينه كان أبو بكر عن يساره وكان عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم غلام شاب صغير كذا فلما أتي بالشراب قدم المين لرسول الله صلى الله عليه وسلم فشرب منه المفروض النبي من سنته اللي علمه لنا السنه عن الرسول صلى الله عليه وسلم ان احنا نبدا باليمين ولا باليسار كان النبي يحب التيامن في كل شيء فهيدي اليمين لمين للغلام الصغير طب واشياخ قريش يعمل معاهم ايه
فشرب منه صلى الله عليه وسلم وعن يمينه غلام وعن يساره الأشياخ. فقال للغلام: أتأذن؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول للصغير: أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ قال الغلام: لا والله يا رسول الله، لا أؤثر بنصيبي منك أحدا. والله لو كان حاجة ده صقر النبي صلى الله عليه وسلم بركة يعني. والله يا رسول الله لا أؤثر بنصيبي منك أحدا. فأعطاه إياه في يده صلى الله عليه وسلم. أدب، أدب عظيم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربما كمان يعني يرد هدية. تعرفين الهدايا من الأشياء التي تحبب الناس في بعضهم البعض. صلى الله عليه وسلم قال: تهادوا تحابوا. لكن ربما يرد هدية، لكن إذا رد الهدية كان يبين سبب ردها. ليه؟ لئلا يقع في نفس مهديها شيء، لئلا يقع في نفس مهديها شيء. في حديث الصعب بن جثامة رضي الله تعالى عنه أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالمنطقة اسمها الأبواء أبو الدان، فرده عليه. فلما رأى في وجهه يعني تغير كذا قال: إنا لم نرده عليك إلا لأن حرم. إحنا كنا في الحج، رحيل الحج، إنما بعد ذلك في أي وقت آخر في الحل نفعل ما تريد يعني، وانتهى الأمر. أيضا من أدبه صلى الله عليه وسلم في تصحيح الأخطاء. ربما ترى أحد الناس يخطئ، كلا يواجه صاحب الخطأ أبدا بلا حاجة تقتضي ذلك، إنما كان يعمل إيه صلى الله عليه وسلم؟ كان يعمم الأمور، يعممها، إلا إذا كان هناك حاجة يبقى لابد أن يخصه بها، يخصه بها. في رواية لأنس رضي الله تعالى عنه إن النبي رأى على رجل صفرة، بقايا المسك كده نزل عليه صفرة كده، فكرهها. قال: لو أمرتم هذا أن يغسل هذه الصفرة؟ بعت واحد قال له بيقول لك يغسل هذه الصفرة. قال: وكان لا يكاد يواجه أحدا في وجهه بشيء يكرهه، ما كانش يصطدم مع الناس صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما كان يرى خطأ ما كانش يقول فلان بيخطأ، إنما كان يقول إيه؟ ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا، ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا، هكذا صلى الله عليه وسلم. هذه مواقف من أدب سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم مع الناس. هذه المواقف تثبت عظيم أدبه صلى الله عليه وسلم، وتبين أنه نعم القدوة للناس. فلا بد أن نتأدب بأدبه ونلتزم بهديه ونستن بسنته، مصداق لقول الله سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أدب الإسلام الذي يعني مثاله العظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لابد أن تعرف أن الأدب مع الناس طاعة لله، طاعة لله، واستنانا بسنة رسول الله. على ذلك بتأخذ عليه أجر عظيم، أجر عظيم، تؤجر عليه كصلاتك وزكاتك وسائر عباداتك. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الأدب ده، أو كما يقول الناس العلماء يعني، الأدب ده زي الأكسجين، مثل الأكسجين موجود في كل مكان. يبش يقول لك أنا مثلا مؤدب في بلادي وبعيد عن بلادي أنا مش مؤدب، أنا أمام المسلمين مؤدب وبعيد عن المسلمين مش مؤدب، أنا في المسجد ألتزم بالأداب وبرا المسجد أنا عايش وحش في وسط الوحوش. لا 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 لا، سيدنا النبي قال: اتق الله حيثما كنت، اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق، ما قالش خالق المسلمين، خالق الناس بخلق حسن، كل الناس. ولعل أخلاقك الطيبة هذه حتى مع غير المسلمين تكون سبب في إيه؟ في جذبهم، اسمها الدعوة الصامتة، جذبهم للإيه؟ لدينك، وتعليمهم وتعريفهم بدين الإسلام. الالتزام بصفة النبي صلى الله عليه وسلم وسنته والتخلق بآدابه المرعية مع فيه من عظيم الأجر،
لكنه في الحقيقة كمان بريد إلى قلوب الناس. فربنا سبحانه وتعالى يزرع محبة هذا المؤدب في قلوب الإيه؟ في قلوب الناس، يألفوه، يحب مجالسته. سيدنا النبي قال كده: المؤمن سهل هين لين، أهل الجنة كمان سهل هين لين كده، الناس تألفه وتحبه، يألفون ويؤلفون، الذين يألفون ويؤلفون، هكذا قال صلى الله عليه وسلم. والناس تتشرف كذلك بالإيه؟ تتشرف بصحبته، والله مصاحب هذا الإنسان. وعشان كده قالوا: إذا أردت عزا بلا عشيرة فكن إيه؟ صاحب أدب عظيم، يترفع لك مقامك بين الناس. فالعلم الأدب أفضل منه، والناس بتسود بآدابها أعظم من أي شيء آخر، من أي شيء آخر. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا مثال طيب جدا لمن حسن خلقه مع الناس في الحياة الدنيا. يقول صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأقربكم مني مجلسا يوم القيامة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: أحاسنكم أخلاقا؟ الموطؤون أكناف، الناس السهلة، الناس اللينة، الناس الطيبة. الموطؤون أكناف، الذين يألفون ويؤلفون. فمن أراد أن يتقابل على الحوض مع صاحب الحوض العظيم، النبي العظيم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويشرب من يده شربة هنيئة لا يظمأ بعدها أبدا، فليتأس به وليحسن خلقه مع الخلائق أجمعين. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه على ذلك قدير كريم. اللهم آمين. اللهم أدبنا بأدب القرآن، واجعلنا متأسيين بأدب رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم خذ بنواصينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين المخلصين، وتقبلنا بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم آمين. آمين. وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.